أزمة مزمنة، كلمتان فقط تختصران حال قطاع الكهرباء في لبنان منذ عشرات السنين. أزمة تتشعب بين عناوين ثلاثة: إنتاج ونقل وتمويل. في الإنتاج يعتمد لبنان على معامل بقدرات محدودة، أما الاستيراد فتوقف من مصر وسوريا منذ أشهر بسبب الحوادث في البلدين. في النقل معظم الأدوات مهترئة، حتى أن نصف الطاقة وبحسب الدراسات تذهب هدرا أثناء نقلها. في التمويل ينعكس الوضع الاقتصادي المأزوم على القطاع، أضف إليه عدم دفع فاتورة الكهرباء في عدد من المناطق. وإذا كان وزير الطاقة الحالي يعتبر أن الأمر تراكمي من عهود أسلافه، فمنهم من عنده الجواب. نحن عملنا حل للأزمة سنة 2002، وهالحل هو القانون 462 اللي صوت عليه مجلس النواب بإجماع. والحل بيقول إذا بدنا نعمل معامل إنتاج جديدة، وهذا لازم يصير كل سنتين ثلاثة بالبلد، لازم القطاع الخاص هو يبني هالمعامل مش الدولة. اليوم هن صار الوزارة معهم 5 سنين ما سمحوا للقطاع الخاص انه يبني، انه يفوت يبني هالمعامل. بيضون يؤكد ان خصخصة قطاع الكهرباء لتحسين ادارته كانت خطة دعمها الرئيس رفيق الحريري وتمت عرقلتها لافشاله. ايران عم تقول عندنا 6000 ميجا فائض، خلينا نبيعكم 300 ميجا، ليش عم بيقولوا لا؟ بدهم يشتروا كهرباء بالبواخر، حيث كلفة الكهرباء زيادة عن كلفة اللي فينا نشتريها بالخطوط على القليل دوب 100%. عملوا قرار بالحكومة اللي هيعطوه للوزير باسيل 1.2 مليار دولار. طيب الصندوق الكويتي كان رح يديرنا إياهم ب2.5%. هلأ نحن عم ندينهم من العالم من سندات خزينة عم ندينهم ب7%، يعني خسارة سنوية 55 مليون دولار. هي قرارات الحكومة. طب مين المستفيد من هالأرقام، من هالخسائر؟ أنا برأيي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عم بيشتري سكوتهم السياسي بأنه يعطيهم عطايا مالية، عم بيشتري بقاء الحكومة بالمال تبع الدولة، طب يدفع منه. بس ما هن كمان بنسبهم تبع الحكومة، ليش ليه ميقاتي بده يشتري؟ عم بيهددوا لأنه هو الطرف الأضعف، هن باعتبارهم حلفاء حزب الله، حلفاء السلاح، هن الطرف الأقوى. أزمة الكهرباء باتت جزءا من أزمة سياسية وزارية، أكد بيضون أنها أزمة حكومة اللون الواحد وأزمة محاصصة لن يحلها إلا الأمين العام لحزب الله بواسطة أحد معاونيه الثلاثة كما سماهم بيضون، وهم علي حسن خليل، ميشيل عون ونبيه بري.